السلام عليكم، كثير لبس عليكم ومهم اليوم جيت لكم بواحد الفيديو جديد غنشارككم واحد الفلوج صغير ولا روتين صغير ديال اليوم. غادي ندوز اليوم ديالي، فانني غادي نصايب الحنه لشعري. بغيت ندير داك الماسك ديال تساقط الشعر اللي كنت سبق لي وحطيت معكم في القناه، وعاد غادي نصايب الحنه لبنتي. وبغيتكم ان شاء الله تبقوا معايا من اول فيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه اللي غادي نصايب بها الحنه لبنتي بداك لصقات اللي كيبيعوهم للعطاره. ومن طون غادي ندير الماسك لشعري. هانتوما كما كتشوفوا هنايا راني درت داك العشوب اللي ديجا درتهم في القناه، زيد عليهم غير شويه واحد ثلاثه الورقات ديال الكركدي هما اللي كانوا عندي وزتهم هنا. صافي غادي نديرهم كيغليو مزيان، وغادي نخلطوا بهم الحنه ديالنا ديال الشعر ان شاء الله، وغنديروا ماسك لشعرنا. هادي مبقوقة عندي على اليد، غندير معاها عاوتاني الما ديالي انا اللي صايبت ديال الاعشاب. ها هو كتعرفوا الحنه اللي كنديرو للشعر كتبغي تكون جاريه، ماشي بحال اللي غنديرو نقشو مثلا بيها ولا شي حاجه. غادي نحركها مزيان، غنهضر ديال الحنه ديال التخليطات ديال الحنه. المهم ها هو شتو سبق لي درت معاكم كما كنقول لكم هاد الوصفه في القناه، يعني غتلقاوها في القناه الا بغيتوها بالتدقيق. هاي حنا كنخليوها مزيان بحال هكا باش ينسجمو لنا كامل مع راسنا حنا. نزيدها انا شويه ديال الماء هكا، سمحوا لي على الصوت ديال التحريك. هاهي وجدة، نديرو الشعر ديالنا. صافي كيما قلت لكم غنديرو شعرنا، ونديرو بلاستيك غذائي ولا داك لي بون لي كيديرو اون بلاستيك، ونخليوها واحد جوج سوايع ديال المكانة ولا شحال بغيتو. كاين لي يقدر يخليها حتى ربعة سوايع إلا بات بها ليلة كاملة ولا ربعة لي بغيتو. وكنغسلو شعرنا، هاهي هو الماسك ديالنا نستافدو منو إن شاء الله بإذن الله. هاهي أنا زدت داك الكاس كامل زدتو، لان على حسب طول الشعر. نفس ما قلت لكم شكل الحنه كتبقى على حسب طول الشعر ديال كل سيده، نتوما ديال كل فتاه ولا اللي كان. وعاد حتى داك العناصر على حسب نتوما واش بغيتو تجريوها بزاف ولا داك الماء اللي خلطنا به. ها هي موجوده عندي، غادي نديرها. هاد الوصفه كما قلت رائعه 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 لتساقط الشعر، غير جربوها. تقدروا ديروها مره في السيمانه لمده كما قلت لكم 4 شهور ولا اكثر، داوموها وغادي تشوفوا النتيجه ديالها. وحتى الا درتوها جوج مرات في السيمانه ما تخافوا من حتى حاجه، فهمتوني؟ غير راها وصفه زوينه بزاف بزاف بزاف، متاكد انكم غترحموني عليها ان شاء الله. يلاه صلاة الله. نشارك معكم اليوم غادي ندير حنينه لبنتي. ها الحنه اللي جريت ديال كيديروها الناس النقش، ولكن تقدروا تستعملوا حتى الحنه اخرى الا كانت عندكم مدقوقه. حنا هاديه، حيت دابا حنا ما غاديش نقشوا بهذه بالشوكه، انا غندير لها غير هاد السواقه. هادي هي اللي لقيت، هاد السواقه اللي لقيت عند واحد كيبيعهم العطار. انا صراحه شريتها، انا عاقله كانوا كيديروا قلا غير شي 3 دراهم بحال هكا. انا قال لي 10 دراهم، يمكن حيت مع هاد الازمه اللي وقعت دابا ديال هاد الوباء. راكم عارفين النقاشات ما كاينينش، وهادشي اللي عطى الله الناس كي بانيو بهاد اللصقات. دابا انا غادي هاد لي بون ضربو جوجتهم باش نديرهم انا باش زعما يدي ما تقاش الحنه. الحنه ديالنا ها هي لصقاتها، اللصقه ها هي كدير هذه الرجلين تحتانيه، هادو كيديروا حتى الرجلين تزوقوا بهم كما بغيتو كتقطعوهم. هادو الجديدات. المهم انا دابا غادي نقطعها بمقص بحال هكا، غنقطعها باش نوجدها ونرجع معاكم باش نوريكم كيفاش غادي نديرو نخلطو الحنه ديالنا باش نوجد لها واحد الخليط اللي غنخلط واحد الماء اللي غادي يكون فيه واحد الاعشاب اللي غادي نخلطها به ان شاء الله باش تخرج لينا زوينه بلا دوليو بلا حتى حاجه. ان البنات الصغار راكم عارفين الدوليو بعض المرات كيلهج ليهم في يديهم ما كيقدوش عليه وداك الشيء. دونك انا غادي ندير لها واحد الخليط نوجدو وغنقطع هادو وغنرجع معاكم ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا خديت واحد الكاسرونه درت فيها الماء
ودرت فيها حبوب اتاي. اتاي كما كان عندكم، انا عندي هنايا خديت داك الحبوب ديال اتاي اللي ماشي شعره مكركب لانه كيطلق بزاف، هذا هو اللي درت هنايا. وغادي نزيد معاهم قهوه، اللي عندكم نسكافيه ديروها، انا عندي هنا قهوه مطحونه اعتذر. غادي نحركهم وغادي نديرهم يغليو مزيان حتى ينقص لي الكميه ديال الماء، تبقى لي غير الكميه ديال تبقى لي زعما غير واحد ربع كاس ولا نص كاس اللي غنخلط به الحنه وصافي. غنخليهم يطبخوا، ملي يطبخوا مزيان نخليهم يدفاو شويه ونخلط بهم ديك الساعه الحنه ديالنا. ها هي الحنه ديالنا كما كتشوفوا كتكون خضراء زوينه، هذه ديال الباكيه. ها هو الماء اللي وجدت معكم فيه اتاي القهوه، غادي نخلطوها به بحال هكا غير بشويه، ما تكبوش كميه كثيره من الاول، يعني نتوما كتحركوا نتوما كتخلطوا. بمناسبة العيد كنبغيو نحتفلوا بالوليدات ديالنا وبراسنا، وكنديروا الحنة لوليداتنا نفرحوا بهم بنيتات زعما علاش لا، الانسان يدير الاجواء ديال العيد في دارو. هانتوما وفي هاد الفيديو غنقد نحطو انا معطل ولكن ماشي مشكل، انا غير بغيت نتشارك معاكم الطريقة ديالي اللي كندير بها الحنة بنتي بحال هكا صافي. نخلطوها مزيان، نحاول نخدمها مزيان بحال هكا. انا مبغيتش ندير لها الدوليو باش ما يضرها ما والو، ولكن درت ليها اتاي القهوه وغنوريكم الطريقه اللي غنصايبها لها بها ان شاء الله. بحال هكا دابا غادي نغطيها بواحد بلاستيك ونخليها واحد نص ساعه تطلق لينا مع داك العناصر مع داك الماء اللي خلطنا به، ونرجع معكم ان شاء الله.
لكم في مره، عاد كتمشيو تسقيوها بهذاك الكاس اللي عندي فيه داك الخليط اللي درت فيه ديال القهوه اتاي، خليته وزدت عليه غير السكر باش سقيتها صافي. هادشي اللي كاين ضروري كتسقيوها باش كتزيد تطلق ليكم. انا بنتي هنا ما خليتلهاش نهائيا تنشف، انتما كما كتشوفوا بحال تخسرات لها الحنه من الفوق، تعجنات وداكشي، ولكن هي ما قداش تصبر. قالت لي حيديها لي، راكم عارفين الدراري الصغار كنحاولوا نديروا معاهم الخاطر. انتما اللي قدو يصبروا لكم راه مزيان، ومن الافضل انكم تقطعوها كما درت انا في الطريقه الثانيه في الفيديو الجزء الثاني ديالو، هي انكم تقطعوا الصبيعات بوحدهم يعني الظهر ديال اليد بوحدو باش كتحكموا فيها وكتجيكم زوينه، احسن ما دير تلصقوها كامله داك اللصقه على اليد، حيت كاين اليد اللي كتكون ديال صغيره اللي كتكون كبيره يعني، وتحاولوا تقدوها غير بالخاطر صافي. ملي كتنشف كنحيدوها، انتما كما كتشوفوا ملي كتنشف لنا كاع داك الحنه كنحيدوها، وحاولوا انكم ما تغسلوهاش نهائيا، كدهنوها بزويته زيت روميه ولا اللي كان. انا هنا دهنتها بزيت ديال المائده وخليتها صافي، وبالصحه والراحه للجميع البنيتات والعيالات، وكنهنئكم بهذه المناسبه العيد، عيد مبارك سعيد. انا غير بغيت نشارك معكم الحنه كيفاش درتها لبنتي وصافي، وتهلاو لي فراسكم الى فيديو قادم ان شاء الله.